وللخروج من وطأة الإخفاقات في العمل بالمراحل السابقة، تسارع الحكومة المحلية بمحافظة واسط الزمن لتأهيل البنى التحتية، وتجد الطرق حظوة كبيرة من حيث الاهتمام، إذ تطلق الحكومة مشاريع عديدة لاستكمال الطرق الرئيسية وبمسافات طويلة وحسب المواصفات الحديثة لضمان نجاح العمل. اليوم تقريبا المقطع اللي محصور بين دبوني والتقاطع الزبيدية إن تم إكماله بطبقة البوليمر لممري الذهاب والإياب. إن شاء الله بالأيام القادمة وضعت الجدية الشركة بخصوص وضع خطة وبرنامج جديد يتلائم مع المنهاج الحكومي. راح تدخل على العمل فرقتين أخرتين، فرقة تباشر مقطع المحصور ما بين النعمانية والدبوني، والفرقة الأخرى هي تواصل عملها من تقاطع النعمانية باتجاه مركز المحافظة. وصل المشروع إلى مراحل متقدمة جدا، حيث تم إنجاز كافة طبقات الترابية والحصى الخابط وأعمال الأساس القيري والرابطة. المتبقي هو فقط الطبقة السطحية، والتي أنجزت منها 24 كيلومتر من 120 كيلومتر. إن شاء الله بالأشهر القادمة يكون إنجاز المشروع، حيث سوف يتم الاستعانة بمعامل أخرى إضافة إلى فرقتين فارشة إضافية. يكون الإنجاز إن شاء الله نهاية هذا العام.